طبعا بما انه احنا هذه الفتره فتره طويله وماكو عندنا مشاركات، بس مشاركه الامم الاسيويه 23، فاكو فتره طويله انه الاتحاد عليه. تستثني كاس الخليج من القصه؟ لا انا يعني انا كاس الخليج شهر الواحد احتمال، لا يمكن الدوري الاسيوي اهم اللي بعد. لا تستثني كاس الخليج من القصه؟ لا تقلت يعني هو مآسي، يعني كاس الخليج شو نحقق بها؟ اي طبعا انا بالنسبه لي كاس الخليج مو ما اعتبره يعني في شيء لان الملاعب بها قدر ما انا اعتبر انه صعودنا لكاس العالم هو في شيء كلش مهم، بالاضافه للبطوله الاسيويه بطوله مهمه جدا. زين فنقول احنا بما انه اكو فتره طويله على الاتحاد ان يختار مدرب ذو كفاءه عاليه، خبره، قادر ان ينهض بالمنتخب العراقي، ولكن فتره تكون طويله، يعني مو انه تجيب مدرب مثل ما صارت مع كاتانيش جابوه ادواغوت خلال شهر انه يريد يصعد كاس العالم. انا اعتقد هذا المفروض اليوم كمدرب اجنبي لازم يقود المنتخب العراقي اقل شيء فد 4 سنوات، مثل ما صارت في بطوله الامم الاسيويه بالصين سنه 90 من رحنا احنا، جابوا مدرب اجنبي على ما اعتقد جبار يمكن كانوا يانا لا ما فترة جابوا مدرب اجنبي روسي وقاد المنتخب العراقي، ورحنا الى ستاف روسي كله، ستاف روسي كامل، ورحنا الى بطوله الامم الاسيويه بالصين وكان الفريق العراقي في بالقمه، بحيث انه من استلم عدنان درجال تصفيات كاس العالم 93 استلم من هذا المدرب، كان الفريق جاهز بالاعداد، وقدرنا انه بالتصفيات الاولى انه كل فريق نفوز عليه 6 و7 و4 و5، هاي النتائج كانت بالتصفيات الاولى لحد ما وصلنا للمرحله النهائيه بالتصفيات اللي صارت بالدوحه، تصفيات كاس العالم النهائيه، وكانت اعتقد النتائج كانت جيده نوعا ما.